أهم أوركسترا بالعالم وأهم مايسترو. إذا لم نريد أن نقول أهم مايسترو نقول من أهم موسيقي العالم. اليوم يجمع مئات العازفين من الأردن ومن الفرقة الموسيقية التي تضم موسيقية من كافة أنحاء العالم. لدينا الفنانة الكبيرة زين عوض والفنان عادي النبر، سيكون لهم دور كبير في هذا. اليوم أن يستضيف الأردن هذه الأوركسترا والموسيقار الكبير ريكاردو موتسي في الأردن دليل على هذا موقع بلدنا. بلدنا يؤمن إيمان كامل بأن الثقافة محرك رئيسي من محركات النمو الاقتصادي، من محركات نوعية الحياة، تحسين نوعية حياة الناس. هذا أحضر مجموعة كبيرة من صحفيين من كل الميديترينيان، من كل البحر الأبيض المتوسط، فنانين، موسيقيين، صحفيين، في سياسيين ساسة يعني من عالم السياسة من إيطاليا موجودين معنا. الكل يتحدث عن أن الأردن هو رمز للحكمة، مصدر للحكمة، مصدر للأمل والإيجابية، حاضن للفن. وإحنا اليوم عم بنلاحظ المشهد الفني الذي ينمو وينضج ويتفاعل ونتعلم جميعنا. المعهد الوطني للموسيقى موجود، والأهم من ذلك هو أن هؤلاء العازفين والعازفات الأردنيين سيكونون موجودين في حفل كانوا بريفنا، والآن في أهم حفلات المايسترو ريكاردو موتي رح يكونوا موجودين فيها. نحن نعمل بالتعاون مع وزارة السياحة، المجتمع المدني، بلدية جرش، الحكومة الأردنية تعمل بتشاركية وتفاعل كامل. هذا مجهود كبير. الشكر والتقدير لمنتدى الأعمال الأردني الإيطالي، السفير الإيطالي طبعا موجود معنا، معنا بلدية ريفنا وسياسيين من منطقة ريفنا.